نروح بقى بسرعة نشوف أسعار العملات النهاردة، وده طبعا شاشة بنك مصر. الدولار الأمريكي ده نزل 18.6%، يا رب كمان وكمان. سعر البيع 18.11، اليورو 19.21، ده شراء وبيع 19.34، استرليني 22.53% شراء، البيع 22.66. طيب يعني ما أعتقدش، يعني هو الدولار طبعا الكندي والفرنك السويسري وكده يعني زي ما احنا شايفينه على الشاشه. خلينا نروح بقى بشكل سريع ومهم للريال السعودي 4.81، ده شراء 4.82 بيع. الدرهم الاماراتي 4.91 شراء 4.92 بيع. الدينار الكويتي 59.21 شراء 59.36 بيع.